هلا حوكة. ايوه اغار الحجر ده وقت لي 50 شاي عينيا يا كبير. خليهم 50 يا حوكة، واعصر لمعلمك ليمونه في كوبايته. مش بتشربوا حادق برضو ولا انا نسيت؟ روح على روح، ما تجيبش حاجه. خلاص نفسي قفلت. خير يا فودة؟ ايه اخوك ناوي يعمل مصيبه تانيه وجاي تسبق بالمطاطيه؟ اخويا اعرف المه كويس واحكم عليه يا سلطان، دور البيع اللي منك. احكم عليهم وبعدهم عن سكتي. انت بتتكلم عن مين يا غلا انت؟ ابنك وابن صاحبك. ماله؟ راجعين من بره راكبين الشقاوه وعايزين يتاجروا في الصنف. صنف؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ بغني عليك. اسالهم. سيد بوخارست جانب نفسه لحد ما راح يطلب مني يشتغل معايا هو وابنك. قال ايه؟ فاكرين ان ايديا لسه متعاصف في اللي فوتنا زمان؟ هما كلمتين يا سلطان، لا انت ولا العيال دي تفرقوا معايا في اي حاجه. فلو مش قادر تحكم عليهم انا اللي هحكم عليهم. وبجمله المعيز، لم لسانك يا فودة، وهي كلمه تحطها حلقه في ودنك، وانا على قديم وزي ما انا. لا انت ولا مية من النسوان اللي حواليك يستجروا يلمسوا شعره من ابني ولا ابن جد الله، والكلمتين اللي في كوفك طرشتهم خلاص. يلا اتكل على الله. مش قبل ما افكرك ان فودة الاسمر عايش باسمه وسمعته النظيفه، حد فكر يلسن عليك كلمه براني ولا دماغه جابته يقلب في دفاتره القديمه، يبقى بيستحوق اجله. وانا بعون الله قادر اعجلهوله. لا رجوله، رجوله يا مندوب عزرائيل.